يعني سبحان الله مغير الاحوال. النهارده جمهور الاهلي بيتكلم على مروان محسن انه خبره وما يطلعش من الملعب. ما هي طبعا اراء، وانا احترم طبعا اراء جماهير الاهلي وجماهير اي حد احترمها يعني. بيني وبينك استمرار مروان افضل ولا اعارته افضل يا كابتن؟ بص انا يعني انا شخصيا يعني أوه. شخصيا لما تيجي تكلمني على مروان، خلي بالك مروان برضو محطوط تحت ضغط يا كابتن غير عادي. صح. غير عادي النهارده مروان بينزل يا كابتن حماده اي ماتش بيبقى تحت اختبار، تحت خبرت اختبار، هيجيب جول مش هيجيب جول، هيضيع فرصه مش هيضيع فرصه. معذور، انا بكلمك مروان معذور، ولكن مروان لما تيجي النهارده تدي له الثقه ويبقى النهارده بيسجل ويوي، هتلاقي من رؤوس الحربه مميزه جدا، مميزه الحربه جدا، لانه برده في الكره العرضيه مميز. النهارده بيقدر يشتغل في تحت ضغط، يقدر يستلم ويحرك زمايله، عنده النهارده مقاومات راس حربه، ولكن هو دائما دائما النهارده بقى في استعجال استعجال استعجال، عايز يسجل. ولكن هدف النهارده برده ادى برده يعني حركه لصاحب قرار تطلعه اعرف يتخلص من الضغط ولا تخليه يكمل؟ لا انا اخليه يكمل. تخليه يكمل؟ اخليه يكمل. ومع مين؟ لو انت هتختار يعني هو بوليا محمد شريف، وزي ما قال كابتن حماده هتجيب مثلا احمد ياسر ريان. ما انا عندي بص يا كابتن، اي فرقه اي فرقه في العالم كله على الاقل بيبقى كابتن حماده يتفق معايا عندها من اربعه لخمسه رؤوس حرب، من اربعه لخمسه رؤوس حرب. فانت النهارده عندك ثلاثه اربعه النهارده يقدروا لو انت النهارده بتستغل اجايف جنب شمال، يبقى انت عندك النهارده محمد شريف ومروان وبوالي، ادي ثلاثه هتقدر تستعين بحد رابع يبقى حلو قوي. والتوظيف بقى ممكن اجي بعد كده ممكن تحط راس حربه لو احتاجته، امور كتير جدا يعني. ولكن انا شايف مروان مروان من اللعيبه الكويسه، بس هو عايز ثقه، ثقه اعلاميه وثقه جماهيريه، وثقه جماهيريه هتلاقي الامور بقت احسن بالنسبه له. طيب مباراه الترجي هنا شايفها ازاي يا كابتن؟ بص اي مباراه دلوقتي في الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك بقت صعبه. احنا صعوبتنا في البدايه كانت بدايه ماتش الملوديا هنا، كان لازم نادي الزمالك يكسب. ماتش تونجس السنغالي هناك بنلعب فرقه متواضعه المستوى، كان لازم الزمالك يكسب، فكان ست نقاط كانوا ريحونا. ماتش النهارده انت معرض، انت تلعب الترجي هناك ومعرض ان انت ممكن تتعادل او تكسب او تخسر، فخسرت. انت دلوقتي نادي الزمالك عنده نقطتين، نادي الزمالك عنده الماتش الترجي ده اهم، يعتبر ماتش مهم جدا، لان لو اي نتيجه غير المكسب انت بعدت خالص، يعني حتى التعادل ما يكفكش، التعادل هتبقى ثلاث نقاط، فلازم تكسب على اساس تبقى خمسه نقاط، هيبقى عندك ماتشين بعد كده المولوديا وتونجس. تونجس هنكسبها، المولوديا هو اللي هيبقى صعب، لكن احنا صعبنا المجموعه على نفسنا من البدايه، دايما البدايه. بس ماتش الترجي صعب. طبعا طب دايما بص البدايه الجيده بتحدد النهايه السعيده، كان زي في افلام السينما كده في بدايه كويسه، قصه سيناريو حوار فالاخراج حلو فبتبقى نهايه سعيده، لكن احنا بدايتنا في البدايه مع مولوديا يعني تعادلنا، بعد كده تونجس بقيت عندك نقطتين، النهارده اسوأ خسرنا وخسرنا 3-1 خساره كبيره. انا مش حاسس انك انا واقعي، انا لازم اتكلم. انا عارف انا بتكلم بواقعيه، اصل انا بتكلم كلامي حاسبني عليه جمهور نادي الزمالك، الجمهور اللي بيثقوا في حماد عبد اللطيف. انا حاسس ان في جمهور الزمالك كله بيثق فيك يا كابتن. الحمد لله الحمد لله طبعا الحمد لله. ياما متعتهم الحمد لله، وغير كده بعد الكره المهم بيمتعهم في الملعب، المهم كلامك بيبقى منطقي وواقعي مع الناس ولا. انا بتكلم بواقعيه، ما حدش هينكر انتماء وعشق النادي الزمالك، لكن لما هتكلم بصراحه لازم اتكلم بصراحه. في مشاكل جوه الفرقه لازم تتحل، في لعيبه لو هي مش قادره تلبس فرقه نادي الزمالك مع السلامه. احنا نادي الزمالك ما بيقفش على حد، احنا نادي الزمالك فرقه كبيره، احنا نادي الزمالك حرام اللي بيحصل معانا الفتره اللي فاتت دي كلها من نتائج سيئه في الدوري العام، من نتائج في بدايه دوري المجموعات سيئه. لا انا اللاعب اللي هيديني في الملعب واللي هيستحملني، زي ما انا جمهور الزمالك استحملتك كتير قوي وانت بتخسر وبرضك بدعمك وبقف جنبك، وجمهور الزمالك مش عايز حاجه من اللعيبه غير الدعم. لازم تقف جنب نادي الزمالك، لكن انت مش عشان يبقى ليك مين اللعيب اللي تضرب بيهم مثل يا كابتن؟ مثل اللي تضرب بيهم المثل، اللعيب اللي تضرب بيه المثل، واحد او اثنين او ثلاثه مين؟ في طارق حامد لعيب مميز، الونش، ناس رجاله، اوباما من اللعيبه. مين الحريف اللي بيفكرك بنفسك؟ الحريف كان ايمن حفني طبعا، وانا بستمتع دلوقتي باوباما، لكن في صناعه اللعب ساسي. لكن اوباما هو المتعه دلوقتي، هو ساسي بالنسبه لي، لان ايمن حفني بعد، بس اتمنى ايمن حفني يرجع. لان ايمن حفني ممتع وهيبقى ليه دور السنه دي برضه. الحرفنه في الزمالك اكتر ولا في الاهلي؟ بص الحرفنه في الزمالك اكتر، لكن الكره الجماعيه في الاهلي اكتر، والاهلي بيكسب عشان الكره الجماعيه، الكره الجماعيه تكسبك بطولات، الحرفنه والمهاره تكسبك ماتشات وليس بطولات. يعني عشان كده الاهلي ما فيهوش لعيبه حريفه، في حريفه بس دايما الحرفنه والمهاره من خلال الكره الجماعيه، وعشان كده بتكسبك بطولات. في مهاره وحرفنه في الزمالك اكتر من الاهلي، بس تكسبك ماتشات وليس بطولات، عشان كده النادي الاهلي متفوق في البطولات عن نادي الزمالك، لانه كره جماعيه من خلال المهاره. صح. مين الحريف في الاهلي؟ مين الحريف في الاهلي؟ كل اللعيبه حريف،
والله العظيم بكلمك جد، بدايه من محمد الشناوي. محمد الشناوي مش ممكن يصنع لك هدف؟ ممكن يصنع لك هدف، ممكن في هجمه مرتده يقدر يعمل لك هجمه مرتده. انا بتكلم حريف حاوي يعني. لا ما في قفشه طبعا، قفشه قفشه لعيب كويس جدا، حسين الشحات كويس جدا، ما برضه لعيبه مميزه. مين النهارده مستواه اصبح النهارده هايل؟ اجايه كمان اجايه النهارده، ما بقاش النهارده ما شاء الله. شوف الجون الاولاني اللي جه دايس في وسط اربعه خمسه وعماله جت في العارضه وردت، محمد شريف سجل منها. فجايه النهارده اصبح من اللعيبه الكويسه. بدر بنون النهارده برضه من اللعيبه. كلمه واحده بس اعرف من حضرتك رد، ايه اللي بيفصل الاهلي عن الزمالك في موضوع بلس 90 ده؟ شوف الموضوع ده، الموضوع ده هي جمعيه اداء بينه وبينك يعني برضه. يعني حضرتك بتتفق مع كابتن حماده اللي بيفصل الاهلي عن الزمالك جمعيه اداء؟ جمعيه اداء طبعا طبعا. نطلع فاصل.